الدجاج المخصص للبيض غير دجاج اللحم، كلفته تعبر ال 45 ألف دينار من عمر يوم إلى أن ينتهي، تعطيني مجموعة بيض بالظروف الطبيعية، نعم، ولكن مدخلات التربية والإنتاج مستوردة أكثر من 95%. سأليني شلون؟ أقول لك العلف يتكون 85% منه من الذرة والصوية، المادتين الأساسية، والاثنين نستوردهن كاستيراد تام. أنا بغض النظر ما راح أتطرق أنه صعود الدولار أو فد فشي، أنا أحكي فد مشكلة عالمية، اثنيناتهن شحيحة عالمية، وارتفعت الصوية من 400 إلى 800 يعني 100%، والذرة من 230 و220 كانت بالجملة بالبورصات العالمية، اليوم هي في حدود 450-460. فهذه المدخلات أوتوماتيكيا صعدت. هاي العلف، شو بقى عندي؟ شي يحتاج إلى الأدوية واللقاحات وال يعني هي نقول الخدمات والطاقة. الأدوية واللقاحات الوزارة، وبالأخص احنا ما نقول الوزارة لأن الوزارة سندير إلى دائرة البيطرة، صفر في هذا المجال لآخر يعني ما صار واي حوالي 12 سنة. لا لقاح ولا أدوية ولا معقمات ولا مبيدات، هاي كلها من الأسواق المحلية غير خاضعة لرقابة ولا فحص ولا، فصارت إدخالات لأدوية ولقاحات غير مفحوصة وغير مرخصة ومخشوشة، بالمحصلة أطتني إصابات عالية. من يتحملها؟ تحملها البيطرة. أنا من الناس شلون دخلت؟ لا يا ست يعني لا رقابة ولا فحص ولا غيرها. لا ست وجدان، أنا أعطيك معلومة مو من عندي. في لقاء، أحد اللقاءات في معالجنا الزراعية في الإخوان في مجلس النواب، كان مدير المنافذ الحدودية الأستاذ كاظم العقابي قال أكثر من 30 منفذ عندنا احنا خارج سيطرة الدولة، وفي آخر تصريح في أحد اللقاءات الاقتصادية الأخ مدير المنافذ قال أكثر من 26 منفذ عندنا احنا خارج سيطرة الدولة. فهذه مسألة المنافذ قد أكون أنا مختصص، خلت تروح الجهات الأمنية وزارة المالية هي المسؤولة، لكن أنا بالمحصلة أنا المواطن، أنا إيش داي طب بيتي، إيش داي طب المشروعي، إيش داي طب الحقولي، أنا هذا اللي يهمني اللي أعتب بيه على الدولة، مو أنا اللي أنطي حلول أو فتفشي. فهذه دخلت علينا من مناشل. اليوم تقولي لي تهاجم مثلا دائرة البيطرة، أقول لك أبدا، اليوم دائرة البيطرة الوحيدة يمكن عندنا بالعراق اللي ارتباطها بوزارة الزراعة. عالميا دائرة البيطرة ارتباطها بأعلى سلطة بالبلد لسبب طبعا. لسبب اليوم الأمراض، جنابك تطرقتي بالتقرير، 150% من الأمراض الوبائية اللي هي تنتقل اللي بالإنسان هي أصلها حيواني. الكورونا من الخفافيش، فلونزا الطيور، الحمى النزفية، هذه أمراض فتاكة، هذه ترى منين تجي؟ هذه تجي من الحيوان. فالطبيب البيطري والبيطرة أقرب فيها المجال، يعتبرون خط الحماية الأول. تقدرين جنابك الكريم تتصلين بأي مسؤول بالبيطرة أو بالهذا بدون مجاملات، قل له أنطيني جدول استيراداتك للعشر سنوات الماضية، لا لقاحات لا معقمات، وإنما حلول ترقيعية آنية. صارت الحمى النزفية أرقضوا للسوق لموا المبيدات لموا التغطيس، فماكو تخطيط بالمحصلة هذه. إذن يعني الموضوع كبير حقيقة يعني وشارك، ما أحب يعني أروح بمواضيع كثيرة، هي مو موضوع جر موضوع المواطن واقع بيها دكتور أكيد علي. أكيد بالمحصلة يعني إحنا من 2003 إلى حد الآن ما عدنا سياسة أبداً دائماً أبداً حلول ترقيعية.